امرأة توفى عنها زوجها، هل يصح أن يدخل عليها أو يراها أخو الزوج وهم في بيت واحد وعندها أولاد؟ نعم لا بس يدخل عليها ويكلمها، لكن تحتجب منه لأنه أجنبي منها، تحتجب منه مثل غير المعتدة، تحتجب من أخي زوجها لأنه ليس من محارمها. وأما أنه يدخل عليها وهي عندها أولاد وعندها من تزول به الخلوة ويكلمها فلا بأس بذلك. نعم.